أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن جهاز حرس الحدود الأوكراني أعلن في بيان أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ جراد على أهداف عسكرية. وبالتزامن أعلن الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة لذلك، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب بشكل واضح عدم نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا. وتأتي تصريحات الكرملين فيما أعلنت أوكرانيا سقوط أكثر من 40 جنديا و10 مدنيين حتى الآن في الهجمات الروسية، معلنة أن موسكو قصفت 6 مطارات من بينها مطار كييف. صافرات إنذار وأدخنة تصاعدت وانفجارات عدة وقوات تحركت، ها هي الحرب قد بدأت بين روسيا وأوكرانيا. ففي وقت مبكر من صباح الخميس سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، كما سمعت انفجارات أيضا في خاريكوف التي تبعد 35 كيلومتر عن الحدود مع روسيا. والرئيس الروسي بوتين أعلن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. الجانب الأوكراني تحدث عن غزو واسع تواجهه البلاد، فالرئيس الأوكراني زيلينسكي وجه خطاب لشعبه أعلن خلاله الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد، داعيا مواطنيه لعدم الهلع، موضحا أن العالم يجب عليه إنشاء تحالف مناهض لموسكو وإجبارها على السلام. كييف أكدت أن وحدات حرس الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجوم باستخدام المدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة أخرى في عدد من المناطق، بالإضافة إلى هجوم من منطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، كما أكد أن منطقة لافيف في غرب أوكرانيا تعرضت للقصف. وبدورها اعترفت الشرطة الأوكرانية بفقدان قريتين في منطقة لوهانسك. ونتيجة للهجوم أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني وإلغاء الرحلات الجوية من المطارات في المدن الكبرى في جنوب روسيا القريبة من أوكرانيا. ووزارة الخارجية أكدت أن هذه الحرب تهدف إلى تدمير الدولة الأوكرانية والاستيلاء على أراضيها بالقوة. كييف ردت على الهجوم الروسي وأكدت أنها أسقطت 5 طائرات ومروحية روسية للانفصاليين في شرق أوكرانيا. أما الجيش الروسي فأكد أنه يستهدف المواقع العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وهذا ما اعترف به الرئيس الأوكراني على ما يبدو، بتأكيده أن روسيا نفذت ضربات ضد بنى تحتية عسكرية وحرس الحدود الأوكراني.